نصيحتي الأهم، نصيحتي المهمة جدا يا طالب بي اي اس، عايز تدخل بي اي اس، حدد أولوياتك بدري بدري بدري. البروجرامنج ما ينفعش شهرين ثلاثة هذاكرها وخلاص عايز أشتغل بيها. جيت في سنة أولى حددت أولوياتك، طبعا أنت قاعد مكرم معاك اللابتوب بتاعك، إزازة البيبسي جنبك، افتح لينكد إن، افتح وظف، افهم، افتح إنديد، شوف المرتبات الاستيميشن. إحنا مشكلتنا السوق المصري مش يعني أنت بتاخد كام؟ أنت هتحسدني والله يا جدعان، اقول المرتبات شكلها ايه؟ مفيش معلومات، لكن افتح دي تشوف الجلوبال ماركت شكله ايه؟ وظيفه معينه اسم التايتل شدني، افتح مثلا اشوف يوتيوب مثلا الناس شغاله فيها ازاي؟ طب ايه الريكويرمنتس بتاعتها؟ طب شكلها ايه؟ طب محتاجه واحد واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه بريكويرمنتس معينه. فخلاص قلت ده اللي انا عايز اركز، ده عايز افوكس عليه بدري في الجامعه. فخلاص الجامعه عندي، مواد الجامعه عندي، مش عارف ايه، تقدير الموضوع سهل معايا، وقت كبير جدا استثمره، استثمرته على مدار سنه تانية ثالثه ورابعه، ثلاث سنين كمان يا مؤمن. بعد 36 شهر بتنزل مرات محدوده جدا في ال في ش... بتنزل ايام تتعدى على صوابع اليد الواحده في السنه كلها. ف 36 شهر تتراك، تختار رود ماب معينه كارير باس تمشي فيه، تتخرج من هنا خريج البيزنس انفورميشن سيستم جامعه حلوان زي ما قلت لحضرتك، خلاص بقت مسمعه جدا وناس بتطلبها، وفي نفس الوقت ما حسيت الانجليش كويس جدا. 36 شهر بتدرس تخصص، انت لو ايه ده الناس بتقعد 6 شهور، انت ما بالك انت معاك 3 سنين ثلاث سنين مثلا. فيختار اولوياته بدري بدري. انا اعرف ناس في دفعتي بتكلمني تقول لي هو احنا هنشتغل ايه، انا محتار، يا ريت ما دخلتها يا بتاع. طب انا متشتت. متشتت نفسك، التشتت ده رخي، تشتت رخي. اختار اولوياتك بدري بدري يا جدعان، الدنيا مش مقتصره ان انا هشتغل محاسب. طب ماشي، انت عندك 1000 حاجه، ادخل مانجمنت، طب انت عندك اتش ار، عندك ماركتنج، عندك سيلز، عندك وعندك وعندك. انت عندك دلوقتي يعني انا دكتور دكتور المانجر الاكونتنج قال صراحه الاكونتنج بقى انفورميشن سيستم، هو بقى انفورميشن سيستم. انا حد خريج بي اس من سنه قال انا بقيت عامل زي الداتا انتري. انت عامل زي داتا انتر، انا لازم ادرس ابقى سيرتيفايد، ابقى سيرتيفيكت، اخد سيرتيفيكت مثلا في السي ام اي او الحاجات دي، او انا اشوف لي كارير تاني مثلا، او اكمل مثلا اذاكر لي حساب، اذاكر الحاجات دي. ف بلاش فكره انا والد محاسب بتاع الكلام ده زمان قوي، لما احنا ندخل الجامعه او والدك مثلا او جدك بيدخل الجامعه، بيدخل الجامعه بس خلاص اشتغل فين، انا خلاص اخش الحكومه اشتغل فيها، هيمسكوني مكتب وبس خلاص اشتغل فيها هناك. لكن دلوقتي اختلفت، انت عندك تنفس رهيب جدا، احنا 120 مليون لما نتكلم في السوق المصري، بالك بقى الناس كلها. وانا كمان انصح الناس، لو كان في نصيحه كمان مهمه، انه يهتموا كمان بالسوفت سكيلز بتاعتهم، ازاي يتكلموا، ازاي يعبروا عن نفسهم، ازاي يعدوا الانترفيو، لان دي مهاره، يلبس ازاي كويس، يقعد ازاي وهو بيتكلم، يبص يعني عارف انت الحاجات اللي هي المهارات الناعمه دي مهمه جدا، عشان يبقى انت معاك المعلومات التكنيكال نوليدج، وكمان معاك الشخصيه. فده اكتر حاجه يعني، ان شاء الله ربنا يكرمكم وهتلاقوا النجاح. وبالتالي ادخل ستودنت اكتيفيتيز، شارك. طبعا الانشطه الطلابيه لو تعرف تطبق، عندك انكتس، عندك ثري دوس تقريبا، ثري دوس مش فاكر، بس انكتس انا شايف انها افضلهم. ادخل اعمال تطوعيه، انجلش يتحسن زي ما نقول، الدنيا هتتفتح لك قوي يعني. تتخرج من هنا حتى فريش جرادويت، بس السي في مليان. كل الحاجات دي من ضمن الحاجات اللي بتعمل فرق كبير في هذا. هل عندك اي حاجه ثانيه حابب تقولها لنا بخصوص بي اي اس يا بشوي؟ اعتقد احنا يعني غسلنا بي اي اس كلها يعني، جبنا كل اسئله تقريبا يعني، دي الخلاصه يعني، ويمكن اكتر من الخلاصه كمان. ما اعتقدش بقى ان حد هيحتاج حاجه تانية حتى يعني. بعد كده نوجهه للفيديو ده. لخصنا تجربه 4 سنين، فطلعت 4 سنين والاراء واشتغل ايه ومشتغلش ايه وبتاع. لا، حدد اولوياتك بدري بدري، اهتم باللغه قوي قوي، اهتم بالجي بي اي بتاعك، اعمل علاقاتك، السوفت سكيلز تتحسن فيها، وكل ده ادي دافع. ما تضغطش الاهل لو مش مناسبه في المصاريف، خلاص ده انا اساسا لما كنت داخل ما كانش حد طايقها، ولا كان حد يعرف. انت مالك دلوقتي خلاص كلكم عايزين تبوت عليها، مش فاهم حاجه هتجلوها يعني. واهم حاجه يعني خليك واثق من نفسك وما تقارنش نفسك، ونصيحه مهمه جدا في الاخر، الاذى على الله، دي دايما اللي بقولها للناس يعني، تجتهد واعمل اللي عليك، بلاش تقارن بنفسك. انت في واحد تاني بيشتغل في بنك، انت بتشتغل في برمجه، واحد تاني بيشتغل في حاجه تانيه، فكل واحد الأجزاء مختلفة بشكل تام، فبلاش انت تحط نفسك في مقارنة.